متواجدون اليوم بندوة إطلاق كتاب شي جين بينغ حول الحكم والإدارة وإطلاق أسبوع الكتب الصينية، لنتابع أكثر التفاصيل في التقرير التالي. بحضور معالي نور الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي وانغ شاو هوي وزير الإعلام الصيني ومدير الهيئة الوطنية للأفلام، عقدت صباح اليوم الأحد في منارة السعديات بإمارة أبو ظبي ندوة كتاب الرئيس الصيني شي جين بينغ حول الحكم والإدارة. الكتاب يشرح النمو والازدهار في الصين ونظرة التنين للعالم والأحداث الدولية، وأيضاً يناقش قضايا الصين في الداخل، ويركز على الجانب الثقافي ودور الأسرة والتنمية والسلام في العالم. هذه الانطلاقة الثقافية وإطلاق أيضاً المجلد الثاني لكتاب فخامة الرئيس الصيني شي بينغ، هذا الكتاب وهذه الفعالية الثقافية مهمة جداً لأيضاً توطيد أسر الروابط بيننا بين جمهورية الصين وأيضاً بين دولة الإمارات. هذا الأسبوع أسبوع نركز فيه على أن هناك ترابط ثقافي استراتيجي، ونجدد هذه أيضاً نجدد هذا الترابط بزيارة فخامة الرئيس، وأيضاً بإطلاع الجمهور على الثقافة الصينية، وأيضاً أهمية تجارب فخامة الرئيس التي الكتاب يسلط الضوء عليها. حول الحكم والإدارة، كتاب يجمع ما يقرب من 79 عملاً هاماً لشي جين بينغ خلال الفترة ما بين 15 من نوفمبر 2012 إلى 13 من يونيو 2014، بما فيها الكلمات والأحاديث والخطب والأجوبة للأسئلة والتعليقات ورسائل التهنئة. وقد قسم هذا الكتاب وفقاً لأهم نقاط المجتمع الدولي بقضايا الصين المعاصرة إلى 18 موضوعاً، بحيث رتبت مضامين كل موضوع حسب الترتيب الزمني. كما يحتوي الكتاب على 54 صورة للرئيس الصيني شي جين بينغ. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام فعاليات أسبوع الكتب الصينية لهذا اليوم. تابعونا بالمزيد من التفاصيل لاحقاً.